الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى اله واصحابه وازواج امهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. احبابنا الكرام، ناس كتير جدا بتشتكي لدرجة إن واحد جه بيسألني بيقول لي أنا خايف أنام، بيخاف ينام. النوم نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا أحبابي الكرام. فالنعم لو أنا أطعت الله فالله عز وجل يسخر لي جميع النعم. لكن أحبابي الكرام لو أنا عصيت ربنا فالحرب تكون بيننا وبين النعم. النوم نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، بس الراجل جاي بيقول لي انا خايف انام. طب ايه يا عم الحاج، ايه اللي بيحصل لك؟ قال لي انا لما انام بحس ان جسمي بيتشل، بحس ان انا عايز اصرخ، انادي على حد، بتحصل لي حاجات غريبه لكن صوتي مش طالع، حاسس ان انا في ناس بتجري ورا مني وانا عايز اجري منهم بس رجلي ما بتمشيش. الجاثوم، كوابيس، الحلم التخويفي من الشيطان. احبابنا الكرام محتاجين نقرب من ربنا، محتاجين نقرب من ربنا سبحانه تبارك وتعالى، ويبقى مشغول بالكابوس ومشغول بالجاثوم ومشغول بالشيطان. ايه اللي بيحصل لي وايه نعمل ايه والشيطان الشيطان الشيطان الشيطان. لو اننا انشغلنا بالله سبحانه تبارك وتعالى كما ننشغل بالكابوس والجاثوم وما الى ذلك، والله لصرف عنا ربنا عز وجل كل ما نعاني منه. ولكن للاسف مشغولين بغير ربنا، فلو انشغلنا بالله لاعطانا الخير كله وبارك لنا فيه سبحانه تبارك وتعالى. الجاثوم، اقرب لربنا، اجتهد مع ربنا سبحانه تبارك وتعالى. كمان كيف اننا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اتوضا انام على وضوء، كمان اننا انفض الفراش ثلاثا. فربما خلفك عليه شيطان، ممكن تكون انت سبت السرير بتاعك فجي شيطان ونام عليه، ولكن انت لما تنفض السرير وتقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا فالله يشيل لك الاثار كلها التي وضعها الشيطان. كمان دعاء طيب، دعاء طيب. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اللي يقوله ينام ليله هادئه اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. دعاء طيب قبل النوم، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. تنام ليلة هادئة بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. كمان اللهم رب السماوات السبع وما أظللن والأراضين وما أقللن كن لنا جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرطوا علينا أو أن يطغوا جل جلالك وعز جارك ولا إله غيرك. يا ريت نقول الدعائين دولت قبل النوم، ننام ليلة هادئة. عندي أرق مش عارف أنام بالليل، أعمل إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للأرق. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. اللهم اهد ليلي وأنم عيني. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. اللهم اهد ليلي وأنم عيني. أحبابنا الكرام، أتمنى لكم نوما هادئا بفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى.
احببنا الكرام، يا ريت نشير الخير ده مع الناس، يا ريت نعمل اعجاب للمقطع حتى يشوفوه الناس كلهم، نشير الخير مع الناس، فالدلو على الخير كفاعله. لو بتشوفني لاول مره يا ريت تعمل اشتراك في القناه. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.